النهارده المقادير كلها هتبقى بكيلو زبده بس اللي هنشتغل بيها، او تقدري تقسمي المقادير دي على 2 لو عايزه تعملي كميه قليله، او تقدري تقسميها على 4 لو عايزه تعملي 250 جرام زبده براحتك. فاهم حاجه، نلتزم في البيتي فور بالجرام. هنقول بقى بالجرام ازاي وما عندناش موازين؟ يا عم خلينا بالكوبايه. والله يا ستي اي سوبر ماركت تحت البيت عندك اطلعي وزني، انزلي وزني فيه المقادير بالظبط، فالموضوع سهل جدا عشان الحاجه تطلع معاكي مظبوطه. ما انت فيش اي حد حمل دلوقتي اللي هو يجيب خامه ويبوظها من الاخر كده. فانا انا عامل مقادير كيلو من الزبده. كيلو الزبده دي بياخد قد ايه بقى؟ بياخد 350 جرام من السكر البودر، والسكر يكون منخول. تمام كده؟ لو عايزه تقسميه على 2 يبقى 175 جرام من السكر البودر على نص كيلو من الزبده. طب الخمس عدد بيض هنوزنهم ازاي؟ هنقسمهم ازاي؟ هياخدوا 3 عدد بيض. حلو كده؟ طيب الكيلو 250 جرام من الدقيق برضه تقسمه على 2 على حسب بقى واشتغلي، فاهم ازاي؟ لكن دي مقادير الكيلو اهيت. كيلو زبده 350 جرام سكر بودر، 5 عدد بيض كامل، 2 باكو من الفانيليا، كيلو ربع من الدقيق، وبعد كده عندي 50 جرام من الكاكاو طبعا لو عايزين شوكولاته، وعندنا اسانس برتقال لو عايزين برتقال، وعايزين عندنا برتقال برضه جيلي لو عايزه مثلا تخلي اللون بتاعه يبقى لونه كده. لكن هو البيزك نفسه سهل جدا، كيلو زبده و350 جرام سكر، وكيلو ربع من الدقيق، واتنين باكون بلانيا، وخمس عدد بيض. فاول حاجه الزبده بتكون طريه قدام حضرتك كده، لازم الزبده تبصي شفت اللي سباتولا اصلا عامله ازاي بتمشي فيها ازاي، لازم الزبده تكون طريه. ده قد ايه بالظبط؟ ده كيلو. بناخد عندنا الكيلو ده ونروح عندنا فين؟ في العجان. حلو، ونبدا نحط عندنا الايه المضرب. بسم الله. بس يا باشا. وبعد كده ناخد عندنا 350 جرام من السكر البودر اهو، يا ريت يكون منخول يا جماعه. وبعد كده نقوم مشغلين. هتلاقي بقى ايه كل ده انسجم مع بعضه وبقى كريمه وهيعلى دلوقتي وهيبقى زي الفل. قلت لك زي ما قلت لك عايزه تقسمي المقادير دي على 2 براحتك خالص. ابدا نعلي واحده واحده. دي مقاساتها جمل بتاعه البلابل او اللي انا هشتغل بيها. الحاجات دي تنزلي يعني اي حد يا جماعه بينزل وسط البلد، اي حد بينزل وسط البلد ينزل يجيبوا المقادير ديت، على فكره رخيصه بالمناسبه يعني. يعني مثلا لو هنلاقي القمع مثلا هتلاقيه ب 15 جنيه. تجيب لك حوالي 10 كده وتقوم حطاهم عندك في البيت، ده هيقعدوا معاك العمر كله يعني بالمناسبه يعني. يعني حاجه بتجيبيها بجد هتسيبيها عندك. جيبي الاشكال اللي انت شايفاها دي اكتر حاجه عمليه. بتشتغل بلح الشام، وبتشتغل بسكوتات، وبتشتغل بتفورات، وبتشتغل كل حاجه الخمس انواع اللي قدامك دول او الخمس مقاسات دول. اهم شايفين عاملين ازاي؟ طبعا لهم اسماء وكل واحده ولها دي 16 ودي 12 و13 كده يعني، بس انا بصراحه مش حافظهم بالظبط يعني بالمقاس يعني. لكن انا كشكل اهوت جيبي الاشكال ديت يريحي نفسك. خدي دلوقتي الموبايل وصوريهم، ممكن نقطع بالكاميرا عليهم بالظبط. خديهم بقى من الموبايل دلوقتي وصوريهم وجيبي زيهم. خمس تقماع زي دول يفضلوا معاكي، وتزيني بهم الكيكات وتعملي بهم حاجات كتير جدا، فعمليين بجد. وانت جايه تجيبي كيس قماش لو نزلت وسط البلد ده بالشعريه مثلا ولا حاجه، جيبي كيس قماش مثلا الماني كده محترم يفضل معاك العمر كله. او لو هتجيبي استخدام مره واحده للكريمات مفيش مشكله، تجيبي اللفه اللي على بعضها دي. هنعلي الزبده والسكر كويس. انا بقى ايه هقوم راكن دي هنا دلوقتي واشغلها في عشان انا عامل طبعا، عشان هما بياخدوا وقت جدا. الزبده والسكر دول اهم حاجه. بصوا ده الكيلو من الزبده اللي انا حطيتهم على 350 جرام من السكر البودر. بصوا عاملينه ازاي اهم، لازم يبقوا عاملين زي الفوم كده، لازم تسيبيهم يضربوا كويس جدا كده. على فكره لو ما فيش عندك عجان ممكن مضرب بيض، بمضرب بيض يشتغل معاك، بس الفكره الزبده تكون ايه طريه. نقوم واخدين ايه يا باشا بقى؟ واخدين الزبده كده يا استاذ، وحطينا هنا
جايب ايه، جايب صينيه كده كبيره عشان ايه نشتغل فيها. وبعد كده بقوم واخد عندي البيض، 5 عدد بيض، ممكن بس اوسع كده هنا، ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، وادي 5. كلام جميل، مع شوية فانيليا كده يكون ايه الدنيا بقت تمام معايا. بقوم شايل، بقوم شايل الرايس ده بقى كده اهوت، وبايديا بقى كده اهو اهو اهو، لحد بقى ما ايه هاخد فاصل. هتلاقي بقى ايه ده طبيعي، هتلاقي الزبده بص بتفصل، وبعد كده تبدا تلم تاني بايديا، مش هعمل اي حاجه تاني ولا بمضرب ولا اي حاجه تاني اهو، وانعم الكلام. بص بقى الايه الزبده بقت عامله ازاي، الكريمه خالص اهيت بعد ما حطينا كيلو زبده، 350 جرام سكر بودر. لازم تعجنه كويس، لازم بمضرب سلك دهوت يا جماعه، لازم يعني تضربيهم كويس قوي 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 وينعموا كويس قوي مع بعض، وتبقى تعمل فوم كده. حطينا البيض، 5 عدد بيض والباكو فانيليا بقوا عندك بالشكل ده ماشي. نقوم نازلين بايه بقى، بكيلو 250 جرام من الدقيق مره واحده اهو. فانا الفكره انا ما عقدتش الدنيا، لقيت الموضوع سهل اهوت وبسيط، ومن غير عجان ومن غير اي حاجه خالص اهوت. بص بايديا نبدا نحرك الكلام ده اهو كله بايدينا كده. طب انا هلون ازاي بقى الكاكاو؟ هقول لك دلوقتي ازاي. ما احطش انا يعني ما اقسمش الكميه واقوم حاطط كاكاو، لا هتكتم، هيكتم لي الدنيا. فلازم اخد الكاكاو واحط عليه شويه زيت، وبعد كده نبدا ان احنا نعمل ايه، نلون بيه كده. عمره ولا ياخد عرق معاكي ولا يشد ولا يحصل له اي حاجه. ده اللي هو ايه البتيفور الكيسه. هل ينفع بقى ان انا اشتغل بيه بمكنه؟ مكنه البتيفور ينفع، بس لازم العجينه بقى تتحط في الثلاجه. يعني لو هتشتغليه بمكنه لازم يتحط فين؟ في الثلاجه. بص عامل ازاي، ما فيهوش اي عرق خالص ولا اي حاجه بتشد معايا ولا الهواء اهو. بس كده ننضف ايدينا، نشيل الزيادات دي كلها، ونقوم جايبين دي هنا كده، ونجيب بعد كده الايه المنديل ونمسح ايدينا عشان نبدا ان احنا نقطع بالكيس. الكيس بقى واحنا بنقطع بيه ما نجيش على الحروف بتاعته اي حاجه خالص من الزبده ديت. يعني ننضف كويس جدا ايدينا عشان نعرف ان احنا نتحكم في التقطيع كويس. والفران طبعا هتبقى ما في ما بيرتاحش، ده ما بياخدش خميره ولا بيكنج بودر ولا حاجه، هو على طول سوي. فخلينا نعمل شويه بسكوتات الاول، نعمل بسكوت كده ساده للشاي وكده. هجيب عندي البلبله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا ناخد اول شويه كده اهوت. نبعد الباشا دي كده هنا ممكن، واجيب عندي الصاجات اللي هنبدا نشتغل فيها. ايه يا باشا؟ الدور كان صعب بصراحه، الله يخليه. بص بقى البسكوتة ديت سهله، ببص بص انزل يا باشا كده اهو، تنزل بس اهو، بص وعلى طول يا باشا على التسويه. كل واحدة واحدة تعملي مسافة صغيرة بس عشان ايه، تعملي حسابك ليها تفرش حاجة بسيطة قوي ماشي الكلام كده اهو. بص يا جمال الكيس بيتمسك ازاي اهو، لازم الكيس يتمسك كده، يتحكم احكامه كده. واحد دي عكس دي عكس دي، فاهمة ازاي؟ مش كده، ما يتمسكش كده خالص يا جماعة، ده ما يتمسكش كده، ده لازم كده كده عشان نعرف ولا احنا نتحكم فيه. نقوم من ايه لافين شويه اللي فوق دول كده تمام، ونفضي الهواء، وبعد كده نبدا نضغط. هتلاقي الموضوع في منتهى السهوله والله. طيب لقيت الموضوع صعب معاكي، ممارسه بقى يعني، ابداي اشتغلي تاني وشيلي العجينه ديت حطها تاني وقطعها تاني لو ما ظبطتش معاكي.
طيب ندلعها، ندلعها ليها ايه، نديها مثلا لوزية كده حلوة كده من هنا، او ممكن نسيبها سادة ونحط لها شوكولاتة بعد ما تخلص برضو براحة راحتك الموضوع ده يعني. اهو درجة حرارة بتبقى 170 عندنا بالظبط، هتبقى هتطلع الحاجة ان شاء الله مظبوطة يعني. بص بقى الدقيق اهو، بداية بقى في الدقيق كده يا جمل، وبعد كده ايه بص بنقوم في النص كده نعمل الفتحة دي ليه بقى؟ عشان بعد ما تطلع ممكن نديها مربى، وممكن نديها شوكولاتة تمام كده بس. دي هنديها شوكولاتة هنسيبها زي ما هي، هنسوي على طول. يلا هي شروق بالظبط يعني 6 دقايق و7 دقايق في الفرن، اسهل حاجة في الدنيا. يلا نسوي اول واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقفل ونخش على اللي بعده. هنعمل البسكوتة بقى، هي البسكوتة بتعمل ازاي؟ تعالى يا باشا كده، دي بسكوت البيتي فور كده اهو اهو. دي البسكوتة السهلة قوي اللي تقدري تعمليها في البيت. وابص هديها كمان مربى اهو، تعالى ناخد بقى. بص بص لما تيجي تملى الكيس يا جمل، بص تقوم عامله ايه بقى، واخده دي كده اهيت، بص ايديا نظيفه، كيس نظيف، فبالتالي هنعرف ان احنا نشتغل ونكمل. تقومي عامله كده، بص فاتحه كده الكيس، وايديكي ديت من تحت من هنا كده، والكيس ده اهو بيفتح كده، فاهم ازاي؟ اهو نقول تاني عشان الحاجات دي مهمه جدا كده اهيت، تقوم عامله دي كده، ايديكي ديت بتبقى من هنا كده ماسكه دي كده، ودي بتقومي فاتحه من هنا كده، وتبداي تنزلي كده 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 اهو، بنمسك الكيس كده عشان نعرف نعبي الكيس، وبعد كده نقوم واخدين العجينه اهيت كده، ولا يحصل اي حاجه خالص للكيس، ويفضل الكيس نضيف معاك وزي الفل. بنعمل ايه بقى؟ نقوم واخدين الزيادات دي كده، بصي ايديا الاثنين ماسكينه كده، ونقوم رافعين 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 رافعين، بقت العجينه فين؟ هنا، نقوم لمين من هنا، وبعد كده نقوم نازلين كده، لازم نفضي الهواء، اسمعي لازم الهواء ده يفضى كده ماشي. ماشي، تعالوا بقى ناخد عندنا البسكوته ديت كده ساده من غير اي حاجه خالص، دي للشاي ديت تبقى الصبح كده جميله. ونفتح يلا بينا، تيجي نجرب، ممكن نجرب حقيقة شكل تاني، في اشكال تاني كتير جدا ممكن نعملها، زي مثلا دي انا بس يا جماعه معلش هنقل ديت عشان عايز اثبت. يبقى هننزل المقادير تاني، مقادير البسكوت البيتي فور، كيلو 250 جرام، كيلو زبده 350 جرام سكر بودر، عندنا كيلو وربع من الدقيق، وبعد كده عندنا 5 عدد بيض وباكو من الفانيليا. نركن الباشا ده هنا كده، وممكن نجرب بلبله تانيه بشكل تاني زي دي مثلا، ممكن نختار دي هتبقى حلوه جدا. عينينا بقى على الفرن واحنا شغالين، انا ظابط الفرن على درجه حراره 200،
اهو ناخد دي كده. دي اللي هي الروزيت، تلفها كده تبقى شكلها حلو قوي. ماشي كده. لازم طبعا بنسيب مسافه كده من كل واحده واحده عشان بتفرش حاجات بسيطه جدا يعني. بحيث ان هو ما يلزقش في بعضه ويطلع كله ان شاء الله مظبوط وزي الفل. ديت هنا ودي هنا مربى، مش هندخلها ساده كده زي ما هي، فاعمل لها الفتحه دي من هنا ديت. لازم ايديا كل احط ايديا في دقيق وانزل عشان العجينه ما تلزقش في الصابع بس مش اكتر، عشان تطلع معايا مظبوطه تمام زي ما انت شايفه كده. بعد كده بقوم واخد عندي المربى، مربى مشمش بقى، مربى فراوله براحتك خالص اهي. تعال بص كده على اللي في الفرن يا جماعه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني ريحته حلوه قوي. لازم بس الجلافز كده اهوت ايه، نقلب اللي في الفرن ده شويه. بص طلع عامل ازاي هنا. واقوم واخد المربى المشمش ديت ونقوم جايين هنا في النص ونقوم حاطين حته كده صغيره كل واحده. دي بتطلع حكايه دي. 220 الفرن اللي فوق ده اهوت. نبدا نسوي. بسم الله. هنا ايه الاخبار لسه؟ انا عايز الون لك الشوكولاته بقى، اوريك الكاكاو ازاي بيتلون. لو انا حطيت كاكاو هنا على العجينه دي دلوقتي، العجينه دي هتمسك وهتبقى ناشفه وهتبقى مكتومه، امال اعمل فيها ايه؟ بص يا ريس، باخد عندي معلقتين كده كاكاو غامقين بتوع الحلويات، واقوم واخد عندي شويه زيت ونقوم مقلبين الكاكاو ده مع الزيت. ماشي اهو. حلو. هقوم واخدين كده، نقوم واخدين يا باشا الكلام ده هو كله هنا. بص اهو. ايه اللي بيحصل بقى؟ عمر البيتفور ده هو بيبقى مكتوم، يطلع معاك زي الفل اهو. وفي العكس كمان يديك لون كمان شوكولاته محترم. شايفه؟ ايه رايك بقى كده اهوت، ادي بتفور الشوكولاته. ما احطش كاكاو غامق، لا انا احط الكاكاو مع الزيت يا باشا عشان يطلع الحاجه تطلع معايا مظبوطه. شايف اللون يا استاذ اهو؟ نقوم شايلين الزيادات ديت، كل عجن النهارده على الايد. وتعالوا نطلع عندنا الحاجه اللي في الفرن. يلا يا استاذ. تعالى حاجه اللي بتطلع الفرن. ايوه هو ده اللون حلو قوي. بص اللون ما شاء الله عامل ازاي، الفرشه بتاعته مظبوطه. وايه اقول لك المقادير بتاعه البتفور بالذات بالجرام 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 تطلع معاك الحاجه ما شاء الله مفيش كلمه يعني. اهو زي الفل اهو، مطلع كده اهوت، ونطلع الصاج اللي تحت ده اهوت هنا فوق، نقفل ونكمل التسويه. البتفور اللي في الفرن والمربى كده شغاله عليه من فوق كده، واخد اللندون الذهبي. الله الله على الجمال والحلاوه. بص الجمال ما شاء الله. الفرن ده من احلى الافران اللي اشتغلت عليها في حياتي والله العظيم ما كلمت بجد، شهاده بقى لله. فرن ده صغير كده بس فعلا نينجا بتاع
كالون انا الوحيد اللي ما بقلبش منه الصاج، حاجه كلها بتطلع تسويه 10 على 10 بصراحه يعني. عندي واحد والله منه في البيت كمان بسوي فيه الحاجه، ممتاز 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 في التسويه. والفكره كمان هو مش حجمه مش كبير ومحترم يعني، حتى لو انت بصيت على الالوان بحب انا الفرن اللي طالعه كلها لون واحد. فدي بقت عندنا التكنولوجيا بقت في مصر بقت عاليه، لان بنطلع لون، لا ده احنا في حاجات بنجيبها مستورده وما بتبقاش بنفس اللون ده، ونقعد نشقلب الحاجه اللي في الفرن. لكن ده ما فيش اي شقلبه، بص ما شاء الله اللون طالع عامل ازاي، يمين شمال فوق تحت كله لون واحد. فدي حاجه بصراحه محترمه جدا يعني ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف عندنا هنعمل ايه الماربل بقى اللي هنعمله ازاي بقى، نشوف ازاي. بس عينك على عيمه بقى، احنا خلاص ها عشان هو ابن لذينه تاني لسه. محمد قال لي بهدي النار هنا، انا المفروض ما اهديش النار بصراحه يعني، ممكن كده. بص الابيض ده يا جمل كده، حط شويه ابيض هنا ماشي، وبعد كده بقوم واخد عندي السباتولا كده واخد شويه من الشوكولاته. نطلع الهواء الباشا اللي هنا بس، يلا نطلع الانتاج. لا ده ما شاء الله، انت بقول لك تشيلي تحطي على طول غيره اهو. بص الفرن مطلع الحاجه لونها عامل ازاي، يلا نخش على اللي بعده، حاجة تفتح النفس ما شاء الله. تعالوا نعمل عندنا الروزيتا دي، دي بقى اللي هي الايه الميكس، الشوكولاتة مع الفانيليا الاتنين مع بعض. البسكوت البتيفور الجميل اللي احنا بنعمله النهارده على الفطار كده، تخزنيه يقعد معاكي بالشهور ولا يحصل اي حاجه. بس عشان تطلع الحاجه مظبوطه زي اللي قدام حضرتك ديت نشتغل بالجرام، واحنا اسفين جدا لو بنتكلم مش بنتكلم في كوبايات، لا احنا بنشتغل بالجرام يا جماعه بيها بالذات. فالمقادير الاستاذ جمال هينزلها لكم دلوقتي تاني، واكتبوها بالجرام وزي الفل ان شاء الله تطلع معاك زي العسل يعني. قلت لك على مقاس البلابل والاقماع اللي انت بتجيبيها من وسط البلد لو هتنزلي مثلا، او ممكن تطلبيها اونلاين دلوقتي بيجي لك لحد باب البيت يعني. المقادير قدام حضراتكم. بس دي بالنسبه للميكس اللي احنا عملناه. ايه الاخبار هنا؟ لسه. طيب انا الصواني، انا الصاجات اللي عندي خلصت يا شروق. عندنا صواني كيتش نوفا، تعالوا. حلو. صواني كيتش نوفا ديت حلوه جدا، هنستخدمها دلوقتي وهسوي فيها واوريك التسويه بتاعتها برضو فيها عامله ازاي. في عندك الصواني العاليه دي وفي عندك الصواني دي، انا هسوي في ديت يا جماعه اللي هي الثانيه الصغيره دي، هناخد التلات مقاسات دول وهسوي فيهم. ثلاث مقاسات دول وهنسوي فيهم دلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل الكميه اللي انت شايفاها ديت احنا شغالين في قد ايه، كيلو زبده، هو ده اللي دي الكميه اللي انت كل بص ولسه في الفرن فوق وتحت وفي كل حته هتلاقي في بتفور النار. الزيادات دي كلها خلاص مش محتاجينها. انا عندي حركه كده عايز اقولها لك برضو، تكه كده حلوه للبلابل. لو عندك كيس مثلا القمع اللي انت بتركبيه فيه بيبقى يعني مثلا الفتحه بتاعته بقت كبيره،
وانا عايز احط بلبله تكون صغيره وهتعدي، طب هعمل ايه؟ بصي الحركه ديت هتبقى حلوه جدا. بجيب عندي يعني مثلا لو انا هحط مثلا عايز اشتغل بالبلبله ديت يا ريس، او دي لو انا حطيتها في الكيس ده دلوقتي هتخش هتنزل من الفتحه، لان الفتحه كبيره عشان انا كنت حاطط فيها القمع ده. طب اعمل ايه؟ واقوم جايب بلبله ساده، البلبله دي تبقى موجوده عندك على طول، البلبله الساده ديت ماشي، ونقوم واخدينها حاطينها كده، وحاطين دي هنا كده، التانيه دي حاطينها هنا كده، فبتنزل بص فين؟ ايه رايك؟ ماشي، نقوم واخدينها ونقوم حاطينها هنا كده، ايه رايك بقى كده؟ بص اهي، شفت البلبله الساده حكمت التانيه فين؟ عشان لو التكه دي مهمه قوي، عشان ساعات الفتحه دي بتبقى كبيره، فبالتالي لو انا حطيت الصغيره ديت هتعدي، فبحط الكبيره الساده وبعد كده بحط الصغيره هنا. بس تعالوا نطلع الفرن يلا يا استاذ. ما شاء الله ما شاء الله، روعه الانتاج. تعالوا بقى نعبي اللي هو الموجود هنا. يلا ناخد بقى شوية شوكولاتة سادة. ونديها في صواني كيتش نوفا. عندك الكيو ار كود هينزل قدام حضراتكم، رقم التليفون اهوت قدام حضراتكم، للصواني اللي احنا هنشتغل بيها دلوقتي اهيت، وهنعمل فيها البيتي فور. كل المقاسات بقى عندك، المقاس اللي هو الصغير ده جميله ممتازه، وعندك المقاس الكيك الاربع مقاسات، وعندك الثلاث مقاسات التانيين اللي هما المستطيل. اختاري بقى اللي انت عايزاه واشتغلي منهم، وهينفعوا في حاجات كتير جدا. يلا نعمل شكل ايه؟ نعمل شكل ايه؟ تعالوا نعمل دي كده. مين الصغير ده؟ بيبقى حلو قوي ده اهو. مش هنيجي ناحيته خالص. ده سوى يا باشا، رد على طول. وعادي على فكره احنا هنفتح على البتفور البسكوتات واحنا شغالين على الهوا عادي يعني، او وانت يعني شغاله وتحطي وتفتح الفرن عادي، هو مش كيك يعني ما تخافيش. اهو المين الصغير ده بيبقى حكايه. ودي على طول سوي. ممكن نعمل اللي هي الكمثرى. دي الكمثرى عملناها كده برضو، ممكن تشتغل كده اهوت. وهوب يلا على دي على الفرن اللي فوق نسوي الشوكولاته. اه سامع. سمعت غلط والله يا عم. بص يا باشا بقى الفتحات اللي احنا عملناها ده اهي، هنقوم عاملين ايه بقى؟ نحط بقى هنا، بص دي الفتحه اللي عملناها اهي بالدقيق بصابعنا صح؟ بنقوم حاطين مكانها شوكولاته ميكس كده الاثنين مع بعض اهو. اهو كده. طيب بناخد بقى البيتي فور اهوت بتاعنا. مربى كده وكده اهو زي ما حضراتكم شايفين. ماشي شوكولاته ونقوم شايلين عندنا، يطلع عندك بالشكل الجميل ده اهوت، ونقدمه بالهنا والشفا. بص البسكوتة ما شاء الله من كتر ما هي ناعمة مش عارف امسكها ازاي. كل ده مقادير كيلو من الزبدة، كل الكمية اللي تشوفها دي لسه كمان في الفرن والله بنسوي كمان يعني. ماشي
تعال ناخد ده جمل هير، ده لسه مستواش ده اهو، ممكن نعمله بشوكولاته بس كده. اهو ينفع يتعمل كده وكده، وفي اي يعني اي ما حتى انت عايزه تشتغلي بيها تشتغلي بيها. تعال نطلع عندنا اللي في الفرن ده، اهو ندخل ده في التسويه برضو. كميه ما شاء الله مطلع كميه حلوه قوي من البيتي فور كده اهيت كده، والمقادير قدام حضراتكم اهي، بتنزل كده بشوكولاته وبعد كده ممكن هي سوداني كده، فما احطها كده او اوتوماتيك كانت تشتغل يعني ممكن على ورقه زبده يعني. نعومه مفيش بعد كده، مش شرط ان يلزق بمربى، ممكن بشوكولاته اهي. طبعا الكميه كبيره، انا مش هقعد اعمل كل ده على الهواء، بوريكي بس ايه احنا ممكن ايه اللي نقدر نطلع منه اشكال كتير قوي واحنا شغالين كده مع بعض، وكل حاجه اتعجنت على الايد ووريناها لقدام حضراتكم. لسه شويه نقلب ده كده اهوت، نص الكمية ونص الكمية نسيبها. بعد كده بنقوم واخدين عندنا المربى، مربى مشمش او مربى شوكولاتة، بس هو البيتي فور طبعا في مربى المشمش بيبقى احلى. عاملين والله النهارده بس عشان اتطلب مني اكتر من مره، يعني الاسبوع اللي فات من النهارده حلويات طبعا عشان البيتي فور، عشان اتطلب مني اكتر من مره، انا اتطلب الاسبوع اللي فات اكتر من 3 4 مرات، فقلنا نعمله لكم ونوريه لكم ازاي لو عايزه تعمليه يبقى موجود عندك في البيت، وبيقعد زي ما قلت لك بالشهور لو هتحطيه في علب ولا حاجه ولا يحصل له اي حاجه خالص. الفكره بس انت محافظه على المقادير، طريقه العجن، طريقه التقطيع، التسويه، الحاجات دي كلها مهمه بصراحه. هي بسكوتة حساسة بس في الآخر بتطلع شغل حلو قوي. الشوكولاتة بيضة اهيت، بص الميكس ده يا جمال عامل ازاي؟ الاثنين مع بعض اللي هو الشوكولاته مع الفانيليا الاثنين مع بعض اهو. بص التسويه من جوه اصلا من تحت عامله ازاي كمان. البندقيه كده عليه من فوق، فلكن انت خالي بقى كل الكميه اللي قدام حضرتك دي كيلو من الزبده هي اللي عملت كل الكميه اللي انت شايفاها دي، تقدري تعمليها وتخزنيها، بس لو اتضربت غلط كل سنه وانت طيبه، كل ده هترميه. انا بقول لك اهو مش بصدمك، انا بقول لك والله عشان حاجه تطلع ما حدش يدعي علينا ويقول الله يسامحك يا شيخ محمد المقادير لا، كل حاجه انا عاملها لك على الهوا، مقادير بالميزان، بالله عليك ما تشتغلي بتفور بالكوبايه عشان خاطري، احنا زي ما قلت لك مش حمل الحاجه تطلع بايظه ونرميها، خامه غاليه فعشان نجيبها لازم نحافظ عليها ونطلع منها الشغل المطلوب. والبتفور بالذات كل ما كميته تبقى كيلو زبده كل ما يكون افضل، يعني انت لو ضربت كيلو زبده صدقيني بقى الموضوع ده مهم جدا ولازم اتكلم فيه، لو انا ضربت كيلو زبده احلى 100 مره ما اضرب نص كيلو زبده، لان الكيلو زبده بتديني فاليو عالي اكتر وبتخلي الحاجه هشه اكتر وبتبقى البسكوته ناعمه غير النص كيلو. طيب لو ما فيش عندك عجان بمضرب بيض اضرب الزبده وتكون طريه خالص مع السكر البودر وبعد كده ابدا انزل بالبيض وبعد كده بالدقيق.